عبد الله عوض بعامر. يا عوض. ايوه. كم عمرك؟ 42. 42 سنة؟ نعم. مزوج؟ لا عنا والله، عازب. ما قد تزوجت؟ لا قد لقيتك، انا قلت لك ما انا متزوج، قلت لك دور لي حرمة، ما دورت لي شيء. ايه قلت تلاقيت انا وين؟ ايوه. فين؟ وين؟ في حضر في الحامي. فين؟ اوه نعم. حسوا معاك، ما تعرف حسوا؟ انت حسوا؟ اه هيا الله حسوا. الله يحييك. الله يحفظك. واخبارك؟ دحين نحس بك. ايوه ونعم فيك. من طيب اصلك. خاطب ولا مش خاطب؟ لا عادنا والله. طيب المشكلة ضروري من شروط البرنامج تكون خاطب. لا نخطب مش مشكلة، الله كريم. اليوم نخطب. اليوم؟ ها بس تو منقضيها مرة. ضروري تكون خاطب. ضروري تكون خاطب. ايش البرنامج الحين؟ علاش انا اسمه زواجك علينا؟ والله هديك بتصل بي من قبل، انت وربك ما تصل بقول لك. يا خلي في بوك. يا حسو. ايوه. ان شاء الله تتزوج. ان شاء الله. لكن انت مخالف شروط البرنامج حقنا. يا ابو. للاسف الشديد. شغلتك بدي شوك. ها؟ شغلتك بيدي مرة. الله يفتح عليك. ما عليك شيء من هذا. يلا شكرا لك. تعال بعد الظهر معي كراش، هاتهم معاك عند التصعة الكراش. إن شاء الله. تعال بلقيه فوق التصعة كراش اللي عندنا. يلا سام. أنا عند الدار. يلا.